أستاذ أمير، أنت كان ليك الفضل في تحريك قضية اقتحام سجن وادي النطرون اللي هو كان بينظر أمام محكمة جنح إسماعيلية، مش كده؟ جنح مستأنف إسماعيلية. مستأنف إسماعيلية. مالياش الفضل في النهاية تتواضع عمل. لا لا، في النهاية كان واجب وطني. تمام، تكلمنا عنها. هو الـ 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 يعني الحقيقة سبق قضية مستأنف الإسماعيلية إنه أنا كنت طبعا اشتغلت في قضية مبارك والعدلي عن الشهداء والضحايا المصابين، وملف قضية مبارك والعدلي أكثر من 55,000 صفحة، وفي كمية هائلة من المستندات لم تتح المحكمة أو الدائرة اللي كانت بتحاكم مبارك في أول مرة، لم تتح للنيابة ولا للمدعين بالحق المدني الزمن والوقت الكافي لاستعراض كل ما هو موجود داخل هذا الملف. لكن في النهاية كمحامي كان لازم أذاكر الملف، وبناء على هذه المذاكرة وبعض معلومات أخرى وضعت مستندات ووثائق كثيرة جدا في كتاب صدر في فبراير 2013. وبعدين فجأة لقيت قاضي بيطلع على شاشة التلفزيون بيقول يعني اللي يعرف أي حاجة عن سجن وادي النطرون يعني يتقدم للمحكمة. فتقريبا بعد 48 ساعة كنت عنده وقدمت أوراق أساسية كنت مرتكز فيها على شهادة عمر سليمان وتحقيقات النيابة مع عمر سليمان بأنه كان في رصد وتنصت على اتصالات ما بين الإخوان وحماس يومي 25 يومي 26 و27 يناير 2011، اللي بناء عليه صدر إذن بالقبض على 34 واحد منهم محمد مرسي من الإخوان، ونقلوا إلى السجون إلى سجن وادي النطرون يوم 28 وصباح ويوم 28 نفسه، لا يعني وصلت قبض عليهم فجر 27، يوم 28 بدأ اقتحام السجون و29. هو اللي حصل انه فعليا نتيجة الاتصالات اللي دارت ما بين الاخوان وحماس كان فيها كلام محدد عن في فرصة خشوا الحقونا، ويبدو وكأن كانت هناك نوع من الخطة الاحتياطية والاستراتيجية وفيها تكتيكات عسكرية، بدليل انه مجرد ما حصلت هذه الاتصالات واتقبض على جماعة الاخوان المسلمين يوم 27 فجرا، قوات حماس تحركت ومعها كتائب القسام والجهادية السلفية ودخلوا من الانفاق من غزة 200 سيارة لاند كروز محملة بالار بي جي والجرينوف والرشاشات، وضربوا كامل المنطقة من رفح للعريش، ضربوا فيها معسكر الأمن المركزي في الشيخ زويد، حاولوا عدة مرات اقتحام سجن العريش، السلطات هربت السجناء في إحدى اللحظات الليلية. السلطات اللي إيه؟ السلطات مصرية. مصرية. يعني ما هو عارف إنه عاوز يقتحم سجن العريش، ولو اقتحمه كمية هائلة من مهربي المخدرات وتجار السلاح هيطلعوا. هربتهم قصدك نقلتهم يعني؟ نقلتهم. لا، حصل تهريب. خطة تهريب. وفي نفس التوقيت بتاع اقتحامهم لرفح الى العريش اختطفوا الثلاث ضباط وامين الشرطه. تمام. كل هذا الكلام مع معلومات تتعلق من مواطنين ومن ضباط وشهود تقدموا قبل القضيه في لقاءات خاصه، بقى جماع الموضوع هو ازاي بتوع حماس دول عدوا من قناة السويس، اخترقوا، كانوا مستهدفين 14 سجن في مصر اللي فيهم الجماعات الإسلامية. حضرتك بتقول انه كان في خطة معدة بين حماس والإخوان قبل الثورة. يعني بص، احنا عندنا في مصر وزارة الداخلية قالت احنا عندنا حاجة اسمها الخطة 100، اللي هي خطة وقائية لحالة وجود انقلاب اضطرابات الى اخره. انا بقول وده اللي قدمته للمحكمة انه لا، ده احنا كنا في تنظيم دولي بارتباط بجناح عسكري اسمه حماس
وفرق جهادية سلفية وجماعة إسلامية والقاعدة. كل دول كانوا حاطين خطة لفتح السجون وتهريب عدد يتجاوز 2300 سجين من الجماعات الإسلامية من السجون المصرية ومنهم القاعدة وحماس وكذا اللي كانوا في أبو زعبل. حزب الله وحزب الله طبعا يعني والكلام. في تصورك ان الخطه دي كانت يعني ستنفذ حتى لو ما كانش في صوت، لانه على المستوى التكتيكي العسكري الناس دي تحركت بسرعه فائقه ودخلت بحوالي 800 مقاتل محترف الى الحدود المصريه وانتشرت في المناطق اللي محدد ليها سلفا على الخريطه، ده هنا سجن ابو زعبل، ده هنا وادي النطرون، ده هنا المرج، ده هنا كذا. وفي نفس الوقت اعتمدوا في خطتهم على الصلات اللي انشاوها مع بعض البدو سواء في سيناء او في وادي النطرون اللي هم خلايا نائمه او ليهم مصلحه في تهريب حضرتك سجناء. كان في